سميع من مصر. الحمد لله ربنا كرمني ودخلت بطولة الدولية للأردن وجبت فيها مركز أول الحمد لله بفضل ربنا. الحمد لله. أنا اسمي محدا حيت من مركز النخبة للتايكواندو في الأردن. هاي البطولة كثير قوية وللسنة السابعة وما شاء الله كثير فيها دول بيشاركوا كثير من البطولة ناجحة. الحمد لله كل سنة عن سنة احنا بتتطور. هاي المرة مشاركة يعني كثير قوية بمشاركة حوالي 580 لاعب من جميع الدول من 35 نادي من داخل الأردن ومن دول شقيقة عربية حوالي 11 دولة. النادي يعني هي البطولات هاي قاعدة بتفرج لاعبين السلام عليكم. اسمي يامن أحمد فرج من نادي اللواء المنتخب لبنان. أنا جبت مركز أول ببطولة النخبة. هاي البطولة أقيمت في الأردن تحديدا في عمان في قاعة الأمير حمزة. اسمي خالد الدين خالد فرج من نادي اللواء الرياضي من لبنان. جينا على هالبطولة وكنا أمل إنها تكون بطولة مميزة وعلى مستوى، فعلا طلعت إنه هيك. في عنا منتخبات كثيرة مشاركة، بنذكر منا منتخب اليمن إجا بلعيبة منتخب، إجا فريق ليبي، إجا فريق تونسي، وكان في كثير فرق مشاركة من برا مثل مصر ونحن لبنان والأردن بكل المشاركين. كانت بطولة على مستوى ونحن نتمنى انه يسارعوا في انها تكون بطولة جي 1 لانه نحن كثير بشوق انه نحن نطلع على هالبطولة. وكل الشكر لكل المنظمين. بسم الله الرحمن الرحيم. مدرب نادي اللواء لبنان زياد فرج. بالحقيقه كل بطوله عم نيجي فيها عم نزيد شوق وحب لنيجي لعند اهلنا في الاردن. النخبه الثالثه اللي احنا بنشارك معهم فيها حققنا رجال 3 ذهبيات وبرونز بمشاركه 4 لاعبين وبنات برونزيتين وذهبيه لدون 11 سنه. نتأمل إن شاء الله إنه بطولة العالم رح تكون بشهر حزيران نكون نحن مشاركين فيها إن شاء الله.